الجهاد، فالهدف هو التحرر والاستقلال واستعادة الدولة وعزمة العدن الحرة. المسيرة اللي هي النضال السلمي والجنوب القادم الذي يناضل من أجله شعبنا، يناضل شعبنا من أجله ويقدم التضحيات، وهو دولة الجنوب الشديد، جنوب الألفية الثالثة، جنوب التصالح والتسامح الخالي من عقد الماضي وأمراضه التي اتسع لكل أبنائه بدون استثناء، والقائم على الشراكة لا مكان فيها للإقصاء والاستبعاد والتخوين والتشكيل. جنوب جيل الشباب ومستقبل الشباب، هذا الجيل الذي يحمل مستقبله ويقدم الصفوف في ميادين الحضان ويقدم التضحيات. والمرحلة الراهنة هي مرحلة تحرير، مرحلة نضال وتضحيات، وهي مهمة قوى هذه المرحلة. إنها لا توجد أي خلافات بين قيادة الهلال، والحذر من الإشاعة والصحف الصفراء التي تحاول شق الصف الجنوبي وتشويه قيادته ودورها النضالي، وأن نكون عند مستوى المسؤولية ونكبر بحجم قضيتنا كما أثبتتم للعالم من خلال السنوات الماضية وأبشرتم رحالات وإحسان. يا أبناء الشباب الأحرار، إن هذا الحشد الجماهيري المهيب والحضور الجماهيري الكبير يمثل بحق اليوم، بحق استفتاء شعب الجنوبي، يجدد رسم شعبنا للاحتلال وللدولة والاستبعاد.